بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنتكلم في الفقرة دي عن التحديات اللي بتواجه المرأة أثناء مشاركتها في العمل العام، وإحنا عندنا في مصر نماذج نسائية ناجحة جدا في العمل العام. بنتشرف النهاردة بأن يكون معانا اتنين من النماذج دي. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي في الاستوديو، المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس نقابة المهندسين عن شعبة عمارة، أهلا بيكي منورانا صباح الورد. والمهندسة أمل الحصافي عضو اللجنة الصحية ولجنة الإعلام بنقابة المهندسين، أهلا بحضرتك منورة. اهلا بيكم منورنا باشمهندسه امل وباشمهندسه ايمان، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم معانا النهارده، وعايزه اتكلم في صلب الموضوع على طول واعرف ابرز التحديات اللي بتقابل المراه اثناء مشاركتها في مجال العمل العام. اتفضلي باشمهندسه ايمان. الاول صباح الخير علينا كلنا. المراه المصريه طول عمرها بتشتغل في العمل العام. من اول صفيه زغلول ونبوية موسى وأمثلة كتير جدا، ومش مش بس في العصر الحديث، وكمان أيام الفراعنة وحتشبسوت. فالمرأة المصرية لها بصمة في العمل العام والعمل الجماهيري بصفة عامة. حاليا بنقابل طبعا صعوبات مجتمع إلى حد ما بيشوف أن المرأة اللي بتخترق العمل العام دي بتاخد أكتر من حقها، بتتجاوز يعني خلاص، يعني إزاي سمحت لنفسها تخرج من بيتها وتقف. لو احنا بقى الرجاله نعمل ايه بقى؟ هتقعدوا بقى تزحمونا في كل حاجه؟ الفكر ده انا عارفه بتاع فليه تخش العمل العام؟ هي تكتفي فقط بالجلوس في البيت وتربيه الابناء، وده طبعا دور يخسر الدوله المصريه والشعب المصري نص طاقته. 50% طبقا لتعداد السكان ستات، يعني 50% طاقه للبلد. فده يخسر مصر كلها ويخسر الذكور اللي بتقف قدام الستات علشان ما ينزلوش. 50% التانيين اللي متجوزين، ال 50% الاولانيين اللي بيقعدوا طاقه كامله بيتم ان انت تعمل لها تقفلها وتوقفها، وده مش في صالح. هو السؤال، هو الحاله الاقتصاديه اساسا بقت تسمح برفاهيه ان الست تبقى بس ست بيت؟ ما هي لازم تشتغل عشان تساهم في المصروف. فعلا، وكنت انا لسه هقول لك يعني كده، ان من ضمن اهم محفزات العجله الاقتصاديه ان الشعب كله يشتغل بكامل طاقته البشريه. صح. الا بقى لو جوزها مليونير، ده موضوع تاني. يعني احنا ما بنتكلمش على الفئه دي اللي هي تمثل معرفش بيك. لعلمك اللي جوزها مليونير واللي عندها ثقافه ووعي بالحاله الحقيقيه للبلد، هي هتلاقيها اكتر واحده بتشتغل، لان طبقا وكل ما علت الثقافه وكل ما انت ازداد وعيك بدورك الحقيقي في المجتمع هتنزلي تشتغلي حتى لو انت مش محتاجه فلوس. ده اللي المفروض. الشغل يا اما بتحتاجي فلوس فبتنزلي لانك طاقه، يا اما بتحتاجي تثبتي نفسك، يا اما بيدافع وطني عشان تكوني ترس من ضمن المكنه اللي بتدفع مصر لقدام. طيب احنا يعني عايز ارجع برضو للمهندسة امل، بتشوف ايه اهمية اصلا ان المرأة تكون يعني مشاركة في العمل العام؟ لا يعني احنا المرأة دورها كبير جدا. هي احنا مش هنقول المرأة نص المجتمع، لا، المرأة المجتمع كله. المرأة هي الزوجة، هي الأم الحقيقة، هي دي الحقيقة بقى بصراحة من الآخر. أيوة حقيقي، المرأة هي اللي بتربي الجيل، فالمرأة لها دور كبير. مش معنى كده انها بتنافس الرجل، لا، الاثنين بيكملوا بعض. طب خلينا نقول انه اليوم فيه 24 ساعة، لما بتكون زوجة وأم وبتشتغل، لا، اللود عليها كبير يعني. أكيد. بتقسم وقتها ازاي؟ يعني دي بتهيألي أكتر تحدي ممكن يقابل المرأة، مش كده؟ ولا في حاجات تانية ممكن تقابلها؟ لا أكيد، بيبقى برضه موضوع الوقت ده بيبقى صعب جدا معاها، خصوصا إذا فعلا دخلت في العمل العام، لأن بتبقى في الوقت ده هي ملك المجتمع مش ملك نفسها. بقى عن تجربة حضرتك الشخصية، يعني حضرتك في العمل العام وفي النقابة وليكي نشاطات، زوجة أم، فيعني احكي لنا عملتي ده ازاي؟ انا ولادي كبار. فهم الحمد لله معتمدين على نفسهم. كبرتيهم الاول يعني؟ ابني حضرتك بداتي بعد ما ولادك كبروا بداتي تنزلي؟ بالظبط، انا بقالي حوالي 5 6 سنين بس في العمل العام، يعني بعد الثوره. اوكي، ما شاء الله. يعني ده دي ثوره منزليه كمان حصل في البيت كمان؟ لا، هو انا في يعني في وقت معين يعني حصل عندي تغيير 180 درجه، ان انا قررت ان انا اثبت حبي لبلدي بالعمل.
يعني ان انا اثبت، ما انا عمري لا نزلت مظاهرات ولا اي حاجه، بس قررت ان انا ابقى موجوده في العمل، اضاعف طاقتي في شغلي، اتوجه للعمل النقابي، والحمد لله يعني انا اثبتت وجودي كويس جدا. الحمد لله. طيب يا باشمهندسه ايمان، هل في محافل دوليه مثلتوا فيها المراه ومثلتوها ازاي؟ لو كان في فعلا محافل دوليه مثلتوا فيها المراه. طبعا على المستوى الشخصي انا مثلت المعماريين في هيئه المعماريين العرب، كنت ضمن الوفد اللي بيمثل مصر المرشح من قبل نقابه المهندسين، وفزنا كمصر في الانتخابات دي بمنصب عضو مكتب تنفيذي للدكتور حكيم عفيفي. جميل. وطبعا الحمد لله رب العالمين بنحمد ربنا على هذا المنصب يعني. لكن طبعا بنمثل مصر في مؤتمرات دوليه، ومش انا بس، احنا هنا بنتكلم بصدد الحديث عن المراه المصريه. مظبوط. كل المحافل الدولية. تجربتك شبيهة بتجربة المهندسة أمل، ولا أنت من زمان بقى من أول ما اتخرجتي وأنت بتشتغلي؟ لا بقى، أنا تجربتي مختلفة شوية. أنا تجربتي من زمان، وأنا حتى في ثانوية عامة وأنا كنت بنزل مع أهلي وعائلتي، لأن أنا أعمامي، أنا من الشرقية، فلي أعمام ولي عائلات وعصبية عائلية ودخول البرلمان وتحديات في العمل العام، وطول عمرنا في الخدمة العامة للناس، بعد كده طبعا اتحاد طلبة، وبعد كده انتخابات نقابات. من البذرة، من الأول. نشأتي في أسرة ليها بتؤمن بالعمل العام، بتؤمن بالعمل العام وبتقدر دور المرأة في العمل العام. وعلى فكرة أنا في انتخابات نقابة المهندسين اللي فاتت كنت فايزة باكتساح على كل المعماريين اللي كانوا قدامي في الانتخابات الذكور. هايل. أنا حضرتك كنت عايشة في القاهرة ولا في الشرقية؟ لا أنا في القاهرة. طول عمرك عايشة في القاهرة صح؟ بين هنا وهنا، لأن أنا عندي هناك يعني. ليه دايما بيكون في انطباع عام أن محافظات يعني غير العاصمة الأساسية سواء القاهرة أو الأسكندرية بيتقال أن المرأة مش واخدة حقها، والمرأة يعني برغم أن لا في نموذج قدامنا يعني. طب لمعلوماتك بقى، أن المرأة في الأقاليم هي بتقدر تتمكن من العمل العام بقوة أكتر من المرأة في القاهرة الكبرى، حيث ان الستات اللي بتقتحم العمل العام في الاقاليم لهم عصبيات وعائلات بيدعموهم وبيقفوا في ظهرهم، فما بيقدرش حد يتجاوز عليهم او يتطاول عليهم. بالعكس انا بتصعب عليا جدا المراه المقيمه هنا في القاهره، واللي تبقى بطولها يا عين. يعني لوحدها كده وتحارب الدنيا كلها، فعلا جوزها يدعمها ما يدعمهاش، ولو ما دعمهاش خلاص بقى فكل ما كنتي في الاقاليم وليك عائلات والناس عارفه دي مين وبنت مين وعيلتها ايه، بيبقى الى حد ما التناطح والتبارز من قبل المنافسين اقل شويه، لانه بيبقى عامل حساب للعائلات اللي موجوده يعني او اللي بتنتمي اليها المراه. طيب انا كنت عايزه اعرف بقى اهم الامثله للمراه المصريه الناجحه بالنسبه لك، يعني مين كانت قدوتك؟ حكمه ابو زيد. حكمه ابو زيد الوزيره اول وزيره مصريه. طبعا. حكمه ابو زيد، ثم صفيه زغلول اللي قامت بدور سياسي وطني يحسب ليها وتحفر اسمها بحروف من نور في تاريخ العمل النسائي السياسي المصري. أم المصريين. طبعا. أم المصريين. يعني ده لو أنت بتقولي مين أكتر اتنين وأبرز اتنين. أنا مهندسة أمل، ليه تم اختيارك في اللجنة الصحية واللجنة الإعلام في النقابة؟ يعني كان تم الاختيار على أساس إيه؟ هل أنت اللي بتختاري تدخلي هذه اللجنة، ولا بيكون في توزيع معين؟ لا يعني؟ أنا كان عندي يعني شفت سلبيات مثلا أو حاجات معينة، أنا ليا وجهة نظر أو رؤية ان انا احاول اعدلها او اشارك في تعديلها. فالنقابه حاليا فاتحه الباب على مصراعيه لاي حد يجي، الشباب، المهندسات، المهندسين، عن طريق اللجان، ان كل واحد يشارك في النقابه. يعني تقدمت النقابه دي بيتنا كلنا. اللجنه دي تحديدا انت كان اختيارك ولا اختياري؟ يعني انت اللي حابه تدخلي. أيوة. ليه اخترتي اللجنه دي تحديدا انك تشاركي فيها، اللي هي الصحه والاعلام؟ انا اصلا داعم لمرضى السرطان وعايشه معاهم بقالي 7 سنين. هايل. فطبعا انا شفت حاجات كتير. فمشروع الرعايه الصحيه برضو محدود، يعني احنا لنا سقف معين، فابتديت اعرض فكره ان الناس اللي هي عندها امراض مزمنه لازم يبقى لها استثناءات. لازم يبقى في استثناءات لها، يعني احنا ممكن نجيب جرعه الكيماوي الواحده ب 20,000 جنيه. فابتديت ان انا اعرض الرؤيه عندنا في البحيره، وبعدين من سنتين ابتديت اتواجد في النقابه، في نقابه المهندسين في النقابه العامه،
وفعلا المشروع اتغير كتير جدا بمشاركه رئيس لجنه الرعايه الصحيه وبمشاركه الزملاء كلهم، كل واحد بيعرض وجهه نظره لحد ما نوصل لاحسن حاجه المهندس واسرته. طيب انت عندك يا مهندسه امل يوم 23 فبراير انتخابات، كنت عايز اسالك بقى عن الانتخابات وعن صراع الانتخابات. طبعا عارفين ان الانتخابات دايما بيكون فيها صراع، كنت عايز اعرف هل دخولك الانتخابات صعب؟ هل في تحديات او صعوبات بتقف قدامك؟ وكمان عايز اعرف الفرق بين ان ست تنزل الانتخابات وان راجل ينزل الانتخابات. بصي انا قدامي ثلاث قوائم كلهم مهندسين رجال. هتكسبي ان شاء الله. ف يعني تمثيل، وفعلا احنا عندنا على فكره اول محافظ سيده معالي الوزيره ناديه عبده، ودي مثل اعلى طبعا لسيدات البحيره طبعا. فدي نمره واحد. نمره اثنين، اول ملاحظه ان عندنا مجلس البحيره ما فيهوش تمثيل مهندسات. وده ما ينفعش، لازم يبقى المهندسات موجودين. فاولا انا متواجده في العمل النقابي من 4 سنين، وده شجعني ان انا يعني لما اكون منتخبه ان انا هدي اكتر، هتبقى مسؤوليه عليا. وبرضه يعني حتى اتكلمت في الموضوع ده، حتى يا جماعه انا لو ما فزتش في الانتخابات انا عايزه لجنه الرعايه الصحيه. طب حضرتك مش شايفه ان في المجال النقابي الاربع سنين دي فتره قليله؟ لا مش قليله، لان حضرتك احنا كانت النقابه تحت الحراسه 17 سنه. اوكي. فاحنا بقالنا 6 سنين بس في مجلس منتخب. طيب انا عايزه ارجع للمهندسه ايمان مره تانية، ودائما بنتحدث على انه العالم بشكل عام ذكوري، بتختلف النسب بقى، يعني لما بنيجي طبعا على المنطقه العربيه فهو مزودنا حبتين، يعني في افواره في الذكوريه، ولكن بشكل عام في مشكلة إن العالم كله ذكوري، بدليل إن حتى في الدول الأوروبية وفي أمريكا في مظاهرات النساء بتطالب إن يكون المرتبات متوازية، حتى في هوليوود، يعني حتى الممثلات في هوليوود كانوا بيشتكوا إن يعني الأجور بتاعتهم بتكون أقل من أجور الرجال. بتشوفي القصة دي إزاي؟ يعني موضوع إن العالم كله ذكوري، موافقة ده؟ يعني شايفة، يعني أنت بتتفقي مع هذا ولا شايفة إنه؟ أنا بشوف إن مش فكرة إن العالم كله ذكوري، فكرة إن طبيعة الكون إن الأضعف سواء بقى حتى لو راجل، لو هو الأضعف وبيدورش على حقه فبيدي الفرصة وبيتيح الفرصة للي قدامه إنه يتجاوز وياخد حقه. فالست ضعيفة فبيشوفها اللي قدامها، الراجل اللي قدامها ان هي ضعيفه فيقدر يديها كتف وياخد مكانها. بس هل فعلا الست ضعيفه؟ ضعيفه ازاي؟ ده في رجاله قاعده الستات بتشتغل وبتديهم مرتباتها. لا لسه هقول لك. هو بيشوفها كده. مش شرط ان الراجل بس اللي يشوفها كده، ممكن مراه ترى مراه انها اضعف منها فهي برضو تديها الكتف. انسان لانسان. انسان لانسان. جرى العرف والعاده بقى في مجتمعاتنا الحاليه يعني في الشرق الاوسط ان الست رجعت خطوه ورا. ايه الاسباب؟ يعني احنا بنتكلم حتشبسوت والمراه المصريه كانت ملكه بتحكم وبتحكم مصر، يعني مصر وقتها مملكه على بتحارب جيوش المصريه. صحيح. التدهور الفظيع اللي احنا وصلنا له ده، يعني احنا لسه دلوقتي بقينا مبسوطين انه اخيرا في محافظه امراه. التراجع اللي حصل ده ايه؟ يعني في نكبه حصلت على طبعا على المجتمع المصري طبعا ولا ريب. اسبابها ايه بقى؟ اسبابها شوفي، انتشار الجهل ورجوع وتدني مستوى الثقافة العامة للشعب. لازم مع انتشار الجهل يزداد التعصب، تزداد الجرائم، ويتراجع دور المرأة، وتتصدر القوة التي بالعقل المشهد. ايه اسباب انتشار الجهل؟ ما عايزين نروح بقى لجذر المشكلة. تردي الاحوال الاقتصادية. بقى كل واحد ملهي في اكل عيشه، ما بقاش في حد عايز يثقف نفسه يتعلم، بقوا شايفين التعليم رفاهيه مش اساسيات حياه، مع ان على فكره القضيه الاولى في مصر. لو الشعب اتعلم او زاد مستوى التعليم والثقافه حاله الدنيا هتختلف. هنتعامل مع بعض بمنتهى الاريحيه، وهنتعامل مع بعض بمنتهى الرقي، وهنتعامل مع بعض بدون تناحر وتنازع. وبالتعليم هنقدر نواكب الثورات الصناعية والاقتصادية اللي حصلت في أوروبا ونرجع تاني نتصدر المشهد العالمي زي ما كنا طول عمرنا. احنا كنا حديقة أوروبا، احنا اللي كنا بنصدر للعالم كله
صح، الغلال طبعا كل حاجه. طيب انا كنت عايزه بقى اجي لحته او نقطه دايما بصراحه بتشغلني انا شخصيا، افتراءات الرجال على النساء. ودايما يجوا يقولوا كده ايه، احنا عايزين ناخد حقوقنا، ده احنا اللي عايزين نطلع ونتكلم ونقول، احنا عايزين نرجع. يعني في يعني دايما بنقول حقوق المرأة حقوق المرأة، دلوقتي هم بقالهم سنتين ثلاثة كده هم اللي بيقولوا عايزين نعمل حقوق الرجل وندور على حقوق الرجل، وبعد كده هنشوف بقى دوره بقى في البرلمان ونشوف له مكانه. هل ده حقيقي فعلا دور الرجل بيتقلص زي ما هم فاكرين، ولا هم خايفين على المكان اللي هم موجودين فيها ان احنا نقرب؟ طبعا عشان احنا اشطر واذكى، ده معروف يعني، دايما في الفصل حتى واحنا صغيرين دايما البنات اشطر من الولاد، حتى الاخوات البنت بتبقى اشطر من الولد وبتذاكر اكتر وبتجتهد اكتر عشان هي عايزه تثبت نفسها طول عمرها، دي فتره في البنت. فهل فعلا احنا لو مكانتنا زادت نقدر نقعد الرجال في بيوتهم؟ شوفي لا ده ما ينفعش. يخافوا يعني، هل الخوف ده حقيقي ولا هم خايفين مننا وخلاص؟ نمبر 1 واللي لازم نكون واثقين فيه ان احنا بنتعامل على ان المجتمع كله يشتغل. مظبوط. يعني احنا مش التارجت بتاعنا، مش الهدف بتاعنا ان ال 50% من الستات تطلع وال 50% من الرجاله تقعد. مش فعلا فكره ان اقعد في البيت، عمر ما هتيجي ست تقول لراجل او حتى بالتلميح او من جواها اقعد، يعني دي مستحيله. احنا مش بندافع عن فكره ان المراه نص المجتمع ينزل يشتغل. احنا بندافع عن فكره ان يكتمل ويحصل انتجريشن تكامل بين المجتمع جميعا، عشان المجتمع كله يشتغل. صح، رجاله وستات. حضرتك متزوجه؟ طيب هل فعلا وراء كل رجل كل امراه عظيمه رجل، ولا وراء كل امراه عظيمه نفسها؟ نفسها. لا نفسها طبعا. يعني حرام واقفه بطولها كده طول الوقت. نفسها. نفسها، ولكن لو كان هي متزوجه من رجل مع والهدن في حياتها هتتراجع، مش هتتقدم، مش هتقدر. فانتي احسني الاختيار في الاول، نقي حد عارف سلوكياتك وتصرفاتك ويثق فيكي ويعلم الكبيره والصغيره عن حياتك عشان يكون باستمرار داعم ليكي. يمكن ربنا انعم عليا بدي. كلمه اخيره للمهندسه امل حصافي في نهايه الفقره، تحبي تقولي ايه؟ بناشد كل المهندسين في مصر، احنا 750 ألف مهندس، ان هم ينزلوا يدلوا بصوتهم، ومش مهم يختاروا مين، المهم ان هم ينزلوا ويختاروا الناس اللي هتمثلهم في نقابة المهندسين. دي أهم حاجة. المشاركة والتفاعل هو الأهم. أيوة، لأن احنا فعلا بنعاني في يوم الانتخابات ده، يعني ان بيبقى في نسبه بسيطه جدا اللي بتهتم وتنزل، وفي ناس كتير فاكره ان نقابه المهندسين مجرد ان هو يدفع الاشتراك وياخد كارنيه النقابه. لا، انزل وشارك واعرف نقابتك بتقدم لك ايه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندسه امل الحصافي، عضو اللجنه الصحيه ولجنه الاعلام بنقابه المهندسين. اهلا بيكي. بنشكرك شكرا جزيلا. ومهندسه ايمان العجوز، عضو مجلس نقابه المهندسين عن شعبه عماره، اهلا بيكي، نورتونا. ميرسي ونورتونا باشمهندسه امل وباشمهندسه ايمان، منورنا وان شاء الله تشرفونا تاني. خليكم معانا، ما تروحوش في اي مكان، فاصل ونرجع لكم على طول. في اطار حرص القريه الفرعونيه على مزج ونشر الثقافات المختلفه، تحتفل القريه الفرعونيه بيوم السفارات. القريه احتفلت باليوم الهندي من خلال تقديم العروض الفنيه الهنديه. احنا عاملين النهارده احتفاليه يوم هندي، حابين بنعرف المصريين ثقافات الشعوب المختلفة. كل فترة بنعمل حاجة مختلفة، فقررنا ان احنا بما ان يعني الهندي ماشي اليومين دول في البلد، فقلنا نعمل حاجة شوية ليها علاقة بالهند. عاملين شو هندي، رأس هندي، ملابس تلبس اللبس الهندي وتتصور على خلفيات هندية. بين مصر والهند في علاقة قوية وطيدة من زمان يعني، فهند دائما يحتمل ان يستمر العلاقة. فهند يعني بالمناسبات وكده يعرض ثقافة الهندي ومنتجات الهندي عشان يكون التعارف ويكون التقارب بين الشعبين يعني. الاحتفالية اشتملت عرض الاكسسوارات الهندية واللي بتمثل جزء من الثقافة الهندية، كما اهتم الحضور بارتداء الملابس الهندية والتقاط الصور التذكارية. زي ما انت شايف حضرتك كده اللبس بيلبسه زي البنات، فانا جاي بنات طبعا عندي بتلبس اللي هي بناته. بالنسبة للرجال فهو زي ما انت شايف حضرتك ايه مع التوب بتاعها. بالنسبة للأكل الهندي منقسم لشقين، الشق الأول التندوري، وده اللي بتشتهر به المأكولات الهندية. التندوري ده فرن بيضاوي عامل زي البرميل كده، اوكي، معمول من الكلي من الطين، اوكي، ده بيتسوى فيه كل أنواع البروتينز بلس العيش.
تمام. في الشق الثاني اللي هي المأكولات اللي داخل فيها الكاري والصوصز طبعا مع الهربس الهندي. الحضور ايضا كانوا حريصين على تناول الأطعمة اللي تم طهيها بالتوابل والطرق الهندية.